حاولت إرجاع طليقتي وأخوها رفض بشدة، وهو ولي أمرها بعد أبيها. أقول وبالله التوفيق، إن كانت العدة قد انتهت لا يجوز لك أن ترجع عليها إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. أما صاحبك إن كان منعها من غير سبب، منعها من الرجوع إليك من غير سبب، فالله يقول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف.